هو حضرتك، هو في كام كود دلوقتي من يعني اشهر اكواد ايه في البيم؟ الاكواد الستاندرد. نعم. هلا الليدرز بموضوع الستاندردز والبروتوكولز والبوليسيز هن اليو كي جوفرمنت. اليو كي عنده اقوى ستاندردز، وعنده مجموعه من ستاندردز يسموا بباس اور بابليكلي افيلبل ستاندرد. لان هلا والارقام المشهوره منهم يمكن حتى تعرف اشهرهم هو باس 1192، وفي منه 5 أجزاء صار باس 1192-2-3-4-5. هدول هلا عم يتراجعوا بالايزو، سو الايزو عم يراجعهم كذا بلد، يعني في كذا بلد انكلودينج استراليا عم يراجعوا هذا الستاندرد او هذا البروبوزد ستاندرد اللي بيقولوا، وممكن تو ادوبتد بعد ما يتعدل ويصير عام اكثر. فاليو كي هن الليدنج هلا بهذا الموضوع، بعد ما كانت اليو اس ليدنج، وبعد ما كان النرويج وفنلندا ليدنج.